Glamour, bonjour. Alors, من بعد اللايف ديال البارح شتوني راني طفيت، راني ما بقيتش بنت كاع. شربت واحد الدواء وانا غنوريه لكم. ما الكراش اللي جاي من اسبانيا يجيبو ليا انا نمشي ناخذو. شوفوا شربتو، اري شربتو ب 10 مينوت. ما كاينش 10 مينوت، واحد 5 مينوت اغمية عليا. فوالا بدات خصكم، انا جي بلو لابيتيد باش نشرب دوك لي سومينيفير باش ديال الناس، مي اغمية عليا حتى لدابا. حتى لدابا جي بخي موالدو جبت تلت حوايجي، يعني باق هذا هو اللي غادي نبدا نشرب بالليل. اما ديك الليطا اللي كنت فيها انا البارح، ما صحبتي معايا، ما صيفطت عليا لا راجل لا والو. كلشي محتاج جوز عندي في الدار، وحق الله العظيم بانيك جاتني البارح خايبه. لي غلامور، راه هذاك الخبر اللي تحط راه خبر غير صحيح. يعني البارح كما كتشوفوا راه شاركنا بزاف لي تروك في اللايف. نوبه الهلع ولا الخوف اللي مصاب بها بزاف نتاع المغاربه راه حاجه عاديه. جو دي ميدسان في التليفون اليوم الصباح، دويت معاهم البارح فيا واتساب في الميساجات ثاني. يعني سي نورمال اننا غادي نخافو باسكو ما داش حلينا قليل، سورتو ساكنه ديال مراكش ولا واحد ديالها. مي باغ كونطخ راه هذاك العالم ولا هذاك السيد الهولندي راه نفى تماما، يعني ما عندناش لاش باقي نبانيك انت بانيكا وانا غادي توقع شي حاجه. ففوالا سيغتو اننا كنتخلعو ايتو وهذا، وكان خصنا نتشبتو ببعضياتنا ونشدو في بعضياتنا، وإذا كان شي حاجه راه غادي تخبرنا بها السلطات ديالنا في التلفزيون في القنوات ديالنا، وغادي يعلمونا شنو غادي هما غادي يعلمونا شنو غادي نديرو باش ما نبقاوش هكا، لانه ربي اللي عالم. بحال كلنا سي نورمال، يعني ما عندهمش لينا عذر وما عندناش ليهم عذر. ما علينا الا بالصبر حتى دوزنا هاد الفتره هادي. فتره ماشي سهله علينا، كاين اللي ديباسا باسكو اي لي كوم سا شاكان كوم اي لي و شاكان كوم يجير لو ستريس ديالو. انا بيرسونيلمون جو جير تري مال، ما فهاد اللحظه هادي ماشي 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 لا بيرسون اللي خصكم تشوفوا فيه في الخوف ديالي. بالعكس انا دروكا كنتقوى بكم فاش كنحط لكم كنقرا لي ميساجات ديالكم وكتصيفطوا لي داكشي راه كنشوفو. جو في ريان، جو في با ترافايي. الغرض اللي جيت ليه على قبل الكازا ما درتوش، غير متكيه غير فاتيكي. باقي ما قدرتش يعني باقي ما نقصتش انا هاد الفتره هادي. جو بونس كو سي نورمال، انا ما دازش علينا قليل. و فوالا كنتمنى الناس اللي تعاونوا اللي عاونوا في هاد الازمه هادي ربي يجازيهم. وشكرا المغاربه كاملين، عطينا الدرس في الانسانيه العالم والوطن العربي والعالم باسره في كل ما يتعلق بالمعاونات وبتلاحم الشعب بدون يعني بدون مقابل. احنا كنا في مستوى جد جد عالي في منظور الانسان. شوفوا الناس اللي كيبقاو يصيفطوا مع الكاميوات اللي ما كيعرفوهمش، راه ما كيطلعوش داكشي حتى الدواور، راه كيحطوه لهم في نص الطريق وكيرجعوا في حالاتهم، وكيبقى داكشي يخسر من حليب من عاتو. حنا جايين كنجريو باش ما يخسرش هنا الحليب وباش ما يخسرش الماء، وجايبين صطافات اللي كتكون مسدوده، وناس مساكن شاريين داكشي ومعذبين ومصيفطين ودايرين فيهم الثقه، وما كيجيو كيلوحوا لهم داكشي في نص الطريق وكيمشيو. الله يتعيب عليكم. دابا هذا غيبقى عصير غيشربوا الدراري، غيتسموا به، غيبقى طون، غيبقى غيبقى هادشي. شوف كلشي كيضيع، القهوة، الطون. لي غلامور، مساء النور. أفورس أنني جو باس 99% في ألونجي، كنشوف لي ريزو سوسيو، كنشوف لي جونس كي بارتاج شنو واقع إي تو. رجع
دابا هادشي اللي غادي لي حنايا وغادي اللي ولينا كنوصلوا ليه رجع لنفس الهضره اللي قلت في اللايف ديالي الاول اللي كان طالع 28 24 كم ف فوالا تبذير ولا في المحونات ولينا كنشوفوا بلي الماكله مرميه في الطرقان ولينا كنشوفوا بزاف د الحوايج وهذا هو السبب الرئيسي اللي كنت قلت لكم صبروا شويه راه ما خفات عليا نبقى جالسه تما ونبقى انا يعني الحمد لله انا ما شديت معاونه ما قبلت معاونه من عند شي حد يعني الحمد لله ما قبلت معاونه من عند شي حد ما شديت معاونه من عند شي حد وكان الحمد لله في الجهد ديالي انني انا والكيب ديالي نكملوا ولكن بحكم داكشي اللي شفت وداك الاكتضاض والمشكل اللي شفت في الطريق باسكو حنايا فاش كنت حطيت لكم ستوري وقلت لكم الله يخليكم تقولوا السلطات يسدوا طريق ويرقان ما باش ما بقاش طلعوا الناس اللي جوكاك راه طاح علينا الحجر راه ماشي كنت كنهضر على الفارغ راه فريمون طاح علينا الحجر والحجر كركب طوموبيل ووقع بزاف نتا الحوايج اللي انا تقريبا ما صورتهاش ما كاين لاش نربي الرعب في الناس ما قدر الله وما شاء فعل الحمد لله داز كل شيء بخير وتا دابا الحمد لله كل شيء بخير والمتبرعين راه كيوصلوا بمشقة النفس هذيك البركه اللي بغاو يوصلوا ولكن للمره المليون ستوب ستوب تتصاوب طرقات ستوب راه الارض مثلا ما زكياش ستوب يعني ستوب غير تتقات الامور باش نعرفوا فين نحطوا رجلينا باش نعرفوا شنو اللي نشري وشنو اللي نعطي وشنو اللي نديرو باش نقدروا نساهموا نقدروا نديروا واحد المشيه الا بغيتوا شي قافله اننا نديروا مشيه انا جو سوي بريت انني ندير واحد المشيه من بعد ما يهدى هاد الامور وتصاوب تصاوب الطرقات نعطيو غير ان سومين الوضع ولا 10 ايام يبان لينا شويه ديال اللي خلا بعدا ولي غيان الصولي من بعد نطلعوا ونسولوا ونديروا ان ليست ونشوفوا هاد الناس اشنو هي المحتاجات ديالهم واشنو اللي باغينا من اللي باغينا منا بلوتو كو الماكله ف اظن ان الفكره ديالي راه وصلت المشكل راه طبعا راه ما غنكليناش نحلو المشكل بسطوري ولا بفيديو ولا بمعاونه ولا بكميه ولا بجوج راه حنا داخلين على فصل الشتاء كنعاود نقولها راه داخلين على فصل الشتاء يعني راه حنا داخلين على فصل الشتاء وداخلين على البرد وداخلين على انا هاد لي طونط اللي حطيتهم لكم في اللايف الحمد لله خدينا لوتوريزاسيون اليوم باش يطلعوا يعني خدينا لوتوريزاسيون اليوم ما طلعتش اليوم غادي نشوف انا جو سي اي جو يعني جو في مي كالكول المشيه ديال امتى الوقت اللي غادي خصهم يطلعوا امتى الوقت اللي غادي خصهم يتوزعوا امتى الوقت اللي غادي خصهم يتعطوا وكي قلت لكم حتى المحسنين الاخرين اللي باغيين يعطيو ولا اللي باغيين يديروا غير صبروا نشوفوا فريمون شوفوا دوك الناس الاحتياجات ديالها من أ حتى لزد نعرفوا شنو كاين رغم اننا راه حنا عارفين ان الاحتياج الاول والكبير ولكن الله يقدرنا ويقدر الدوله على فعل هادشي في اسرع وقت هو المبيت والمبيت هو الحل هو الحاجه اللي خصنا تطفى فكما كتعرفوا ولات طلع لتمايا الدواوير بلوتوريزاسيون لوتوريزاسيون طلعنا الكميوات موجودين انا بصراحه بغيت نتسنى ليكيب ديالي كيقول لك سكينه غير زعمي معنا نوصلوا لبعض الدواوير اللي ما تيتواصلوا معايا الناس انا ما وصلهم والو ولكن المشكل هو ما باغاش انا نمشي ونلقاو ماشي عراقيل ما بغاش وقع لا ليا ولا ليكيب ديالي شي مشكل في الطريق لانه راه كنشوفوا شنو كاين وكنتواصل مع الناس والطريق راه محبوسه وباقي هاد الهزات الارضيه اللي باقي كتضرب باقي كيهبط الحجر و بلوس انه بغيت دابا نوصلوا لواحد الهدنه باش حتى دوك الناس يحسوا بهاد المساعده الاكل والشرب والفراش وكل المهم دابا انا هذه هي الفكره ديالي الا عندكم نتوما شي فكره اخرى ولا كيبان لكم خصني نطلع دابا انا راه نطلع ندير لي با ديالي ونتكبط عاوتاني مزيان خصني نزير رجليا نلبسهم لي با كونطونسيون وغادي نبغي نزيرهم مزيان وغادي نطلع لانه فريمون منين نزلت
وانا دوي حالي انتم دوي حالي مد درج لي تقول واش كاين هشوم لي حاشاكم القلب الكلب فوالا خليوا لي ميساجات ديالكم انا راه كنشوف الميساجات ونعرف ديك الساعه من الناس صباح ويفتح نعرف اش نشوفوا عينيا كيفاش دايرين باسكو قلت الناس ديك الساعه نقول ديك الساعه راه اي خطوه غادي نديرها راه غادي تكونوا معايا فيها طبعا